بعد بعد واحدة. الرحمن بعدين حلقة جديدة وتحدي جديد في فورتنايت. في تحدي اليوم بسوي شيء غريب أول مرة أسويه في حياتي. ما قد فكرت نحن قاعد أفكر أصلاً ليش أنا بسوي هالتحدي، ما أعرف، بس بيكون شيء غريب وبإذن الله إذا صار بيكون شيء رهيب عجيب. بس قبل لا أشرح فكرة التحدي، بكرة يوم الخميس المفروض إن إيبك جيمز ينزلون الطور الجديد اللي تشوفونه قدامكم ديسكو دينيميشن، فبيكون في بث مباشر على اليوتيوب، حياكم. المهم تحدي اليوم يقول باختصار، إحنا لما لعب فورتنايت نستعمل أصابعنا، نطلق نط نتحرك كل هالأشياء بالأصابع، بس هل فكرتوا إنه ممكن تقتل شخص بخشمك؟ هاي تحدينا اليوم. المهم ما بجرب الحين، احب ندخل سولو، خلينا نجرب مباشرة لما نفوز في الجيم وفي نفس الوقت نقتل اثنين بخشمنا. هاي التحدي، يعني جزء من التحدي تفوز الجيم، الجزء الثاني تقتل اثنين بخشمك، فيلا خلينا ندخل ونجرب. كأني غلط لما نزلت هني، كأنها غلطة. إيه أتوقع غلطة، أتوقع غلطة. جهز خشمك، أتوقع في واحد داخل هني. بعد بعد واحدة. لا 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 والله سويتها يا جماعة، سويتها، ذبحت اثنين ورا بعض بخشمي. قاعد يعورني الحين شوي الصراحة، بس لا 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 يبي لي مكان ثاني. زين يا جماعة، مساعة ونزلنا ويلينج وخلصنا، بس للأسف ذبحونا مباشرة. فالحين عندي تكتيك ثاني، اول شيء ما بنط اي مكان مزدحم، وفي نفس الوقت بلحق احد بسكن الديفولت، سكن العادي، سكن الملوب على قولة اغلبكم، نلحقه لان غالبا ما يعرفون يلعبون، فبالتالي يمديني اقتلهم يمكن، ما ادري. خلينا نشوف الحين وين ينزلون. عارفكم تحبون تنزلون على نهاية الباص، عارف. هاي كان واحد منهم؟ اي هاي اتوقع واحد. لحظة، انت شنو؟ لا هي مو سكن الديفولت. صعب التكتيك، خلاص كنسل. نازل، لحظة، أنت وين نازل؟ ألو؟ أنت بتنزل هني؟ أنا وياك. يلا تنزل هني أنا وياك. شفتوا دعاء الوالدين شو يسوي؟ زين حمان، بلا استهبال، بلا حركات تنزل في اماكن مزدحمه، خلاص الحين الوضع قلب جد. زين الحين بنزل المصانع صراحه، بقول لكم ليش، لان اتوقع اول شيء بيكون فيه ويا اثنين ثلاث اشخاص، فهاي شيء ممتاز، لان هاي اللي ابيه انا عن نفسي. في نفس الوقت حطوا في بالكم مو لازم اول شخصين هم الشخصين اللي نقتلهم بخشمنا، بس اسهل لي، لان غالبا الناس اللي ما تعرف تلعب تكون موجوده في البدايه وبكون اسهل نقتلها بخشمنا. ما اذا خليت قتلات الخشب للنهايه بتوحق. تخيلوا اقتل اخر واحد بخشمي، صعب مستحيل الشيء اتوقع. بخشمي صبعي كان يم خشمي، بس ما طلقت بصبعي. اوكي يلا هاي كانوا اثنين موجودين في المصانع، بس ما قلت لكم بيكون في اثنين ثلاثة، بس تحدي ان نقتلهم، وقتلوا بعض قبل لا انا اروح لهم، فالحين بس قتلت واحد، نحتاج احد ثاني نقتله بخشمنا وعقب نرتاح نلعب لعب عادي. شوف الحركة ذي، اوكي هاي التكتيك الغبي المغبى، تاخذ لك الدرة 50 هاللون، وفي نفس الوقت تطير خلاص تبتعد. نحاول نصيد هاي اللي فوق مثلا عورة، وبعدين نقتله بالهاي بخشمنا عشان نفتك. يلا اسمع واحد يطلق هانتنج رايفل هني. وين راعي الهانتنج؟ لا ايش قاعد اسوي انا؟ والله قاعد العب بغباء، بس لان حاط في بالي بطقه بخشمي. لا ايش
نعم نعم لحظة لحظة لحظة، في واحد جاي، في واحد دخيل علينا. والله في واحد دخيل. انطر 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 انطر، شفتك شفتك الدخيل شفتك. والله عندك دخيل متسبب 1000. اوكي مرة ليش نهيل نهيل، تبن لكم اثنيناتكم ليحين ما قتلنا واحد بخشمنا، نبي نقتل واحد بخشمنا. والله يا جماعة من شفت هاللون ينخش تحت كذي بالمينيجان قلت لا هاي اما لعيب او انه واحد هاللون متربص بس ناطرنا عشان يقتلنا كذي. يلا يلا حاليا ذبحين 3 ولحد الحين انا مو راضي، انا مو راضي يا جماعة، ابي اقتل الشخص الثاني بخشمي بعدين برتاح، ما عندي مشكلة افوز الجيم. انا ذبح 3 ذبح 0 ما عندي اي مشكلة، بس خلنا نقتل هاي الشخص الثاني حاليا بخشمنا. موضوع صعب ترى وفي نفس الوقت مؤلم، طق بخشمك كل شوي كذي مؤلم ترى. اتوقع اذا جربتوا التحدي بتعرفون شعوري. هاي الظاهر لقينا الشخص اللي بنقتله بخشمنا، الظاهر الظاهر. لا 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 لا، انت مو وينيت، انت مو وينيت الحين. انت مو وينيت، ما كنت موجود انت قبل ثواني، ما كنت موجود. والله انك وحش. خوفي سنايفر والله. شلون انا طيحته كامل؟ والله انا بروحي ما اعرف، انا قاعد اطلق فوق مرة، اكيد احد كسر تحت، مستحيل مستحيل يا جماعة. انا بروحي ما اعرف والله، لا تتابعني لا تتابعني، والله بروحي انا ما اعرف شلون اثمن. اوكي 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 لحظة لحظة لحظة، ايش قاعد يصير؟ هاي في واحد قاعد يطلق علينا. اوكي طلق رفيجي من هناك، خذ راحتك والله خذ راحتك. انا اخر واحد، لا يعني لازم اسحب خشمي اخر واحد. اشوى ان الزون شوي قريبة او لا، الزون عنده بعد. الزون عنده يا جماعة، الزون عنده، لازم اذبح اخر واحد بخشمي. يلا 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 لازم اروح الزون، والله مكانه مو بس استراتيجي. يلا يلا صيده. يلا هاي كانت بخشمي، بعد واحده بعد واحده.
وينك؟ لا تقول لي هو تحت. والله أحلى شيء بيكون ممكن. كهوة 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 كهوة. وينك؟ وينه؟ اوكي خشمي افخشمي افخشمي قدرنا نسويها. ذبحنا 6 اشوى ان اخر واحد ما كان يعرف يلعب الصراحه. الحمد لله الحمد لله. ولا كانت صصج بروح فيها مستحيل. ذبحنا واحد فخشمنا وبعدين توهقنا ما لقينا الا اخر واحد اللي ما يعرف يلعب. قدرنا نخلص التحدي. اتوقع يستاهل زر اللايك الاشتراك اذا مشتركين. اذا تبون تشوفوا التحديات اكثر تقدرون تضغطون هني. اذا تبون تشوفون الحلقه اللي فاتت تقدرون تضغطون هني. ونشوفكم في حلقه ثانيه.